بسم الآب والابن والروح القدس، الإله واحد، آمين. قراءات الأحد الثاني من موسم القيامة، أو بما يسمى بالأحد الجديد. الفكرة التقصية تشكل قيامة المسيح نقطة انطلاق لتكوين عهد جديد وجماعة جديدة في وحدة وشركة لإعلان محبة الله وغفرانه وسلامه وبفرح. هذه الجماعة أي الكنيسة يقودها الروح القدس عبر أحداث الحياة إلى أن تبلغ الكمال مجد المسيح وبكرها. تقديم القراءات: نستمع إلى كلمة الله تعلن لنا من خلال ثلاثة قراءات. الأولى من سفر أعمال الرسل الفصل الرابع الآيات 32 إلى نهايته، مع الفصل الخامس الآيات من 1 إلى 11. تصف لنا هذه القراءة حياة الجماعة المسيحية الأولى وحماسها الإيماني، قلب واحد ورأي واحد. أما القراءة الثانية فهي من رسالة إلى أهل، رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي الفصل الأول من آيات 1 إلى 20. تدعو لنا هذه القراءة إلى الثبات في الحق والتمسك بالقيم السامية. أما القراءة الثالثة فهي من إنجيل يوحنا الفصل 20 الآيات 19 إلى 31. تروي لنا هذه القراءة خبر ظهور يسوع المسيح لتلاميذه، ومعهم هذه المرة توما الرسول، وهذه إشارة بأن المسيح القائم يكشف عن حضوره ضمن الجماعة الكنسية وليس بمعزل عنها. نستمع إلى القراءات. اجلسوا وانصتوا إلى قراءة من سفر أعمال الرسل. وكان لجمهور الناس الذين كانوا قد آمنوا نفس واحدة ورأي واحد، ولم يكن أحد يقول عن الأموال التي يملكها أنها خاصة به، بل كان كل شيء لهم مشتركا. وبقوة عظيمة كان الرسل يؤدون الشهادة بقيامة المسيح، وكانت ما جميعهم نعمة عظيمة، فلم يكن فيهم محتاج، لأن كل الذين كانوا يملكون ضياعا أو بيوتا كانوا يبيعونها ويأتون بأثمانها ويضعونها عند أقدام الرسل فيوزع لكل واحد على حسب احتياجه. القراءة الثانية من رسالة بولس الرسول إلى أهل كولوسي. من بولس رسول يسوع المسيح بمشيئة الله، ومن تيماثاوس الأخ إلى الذين في كولوسي، الأخوة القديسين المؤمنين بيسوع المسيح. سلام معكم والنعمة من الله أبينا. أننا نشكر الله أبا ربنا يسوع المسيح في كل حين، ونصلي من أجلكم منذ أن سمعنا إيمانكم بيسوع المسيح ومودتكم لجميع القديسين من أجل الرجاء المحفوظ لكم في السماوات، الذي سمعتم به من قبل بكلمة الحق، حق الإنجيل الذي كرز به لكم، كما للعالم كله أيضا، وهو ينمو ويثمر كما فيكم أيضا، منذ سمعتم وعرفتم نعمة الله في الحق، كما تعلمتم من أبفراس رفيقنا الحبيب الذي هو خادم أمين ليسوع المسيح من جهتكم.
وهو علمنا بمحبتكم بالروح، ولهذا نحن أيضا منذ أن سمعنا لم نزل نصلي من أجلكم ونسأل أن تمتلئوا من معرفة مشيئة الله في كل حكمة وكل فهم روحي، لتسلكوا كما يحق وترضوا الله بالأعمال الصالحة كلها وتأتوا بالثمار في معرفة الله. آمين. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب البشير يوحنا. وأن توما أحد الأثني عشر الذي يقال له التوأم لم يكن هناك معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ: قد رأينا الرب. فقال لهم: إن لم أعاين في يديه آثار المسامير وأجعل فيها أصابعي وأمد يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان التلاميذ داخلا وتوما معهم، فأتى يسوع والأبواب مغلقة ووقف في الوسط وقال لهم: السلام معكم. ثم قال لتوما: هات إصبعك إلى ها هنا وانظر يدي، وهات يدك وامددها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له: ربي وإلهي. قال له يسوع: الآن لأنك رأيتني آمنت، طوبى للذين لم يروني وآمنوا. والمجد لله دائما. نعمة ربنا يسوع المسيح، محبة الله الآب، وشركة الروح القدس معكم أخوتي أخوات المستمعين ويانا والجالسين معنا في هذا صباح المبارك نهار سبت في المملكة المتحدة، ونعزي أيضا بها الملكة على فقدان الملك الأمير فيليبس على انتقاله إلى الحياة الأبدية، انتقالي من هذه الحياة الزمنية إلى الحياة الأبدية. تعازينا باسم إرساليتنا إلى المملكة المتحدة في بريطانيا على فقدان أو رحيل أو انتقال الأمير برنس فيليب إلى الأقدار السماوية، فنعزي الجميع ويرحم جميع موتانا ويشفي جميع مرضانا. أخوتي أخوات المباركين، نعمة ربنا دائما تكون معكم. وصلنا إلى الأحد الجديد أو ما يسمى الأحد الجديد أو خوشابة خاثة بهذا الموسم، موسم القيامة. ومثل ما سمعنا القراءات التي كانت على مسامعكم توضح لنا الإنجيل لقاء يسوع مع التلاميذ، شوية أفكار نأخذها نتهيأ قبل ما نروح إلى الكنيسة حتى نعرف الأبونا هذا النص الذي يقرأ. احنا عندنا خلفية فكرية عن هذا الموضوع، احنا بدنا ناخذ شوية افكار حتى ان ابونا لما يبدي شرح الموضوع، اذا كنت انا واذا كانوا ابائي اخوتي الكهنة او اساقفتنا الاجلاء يبدون بشرح النصوص حتى نعرف مضمون القراءة شنية. مرات ليش احنا نروح اذا مكان ما، اذا موعد ما او لقاء ما، نهيئ نفسنا بكل الاشياء حتى اذا صار اي نقاش احنا حاضرين. ليش ما نكون في حضرة الإله، حضرة الرب يسوع، نتهيأ لهذه القراءات حتى نعرف احنا الأبونا ايش يحكي، ما جاي من الفضاء دي يتكلم بكيفه، لا حتى نعم احنا لازم نتهيأ. فالتحضير قبل القداس كثير مهم لما اروح انا للكنيسة. اولا تحضير الروحي قبل الجسدي، نهيأ روحيا فكريا عقلنا قلبنا نهيئه لاستقبال يسوع، لان يسوع ما راح اجيبه احطه بجيبي ولا اجيبه احطه فوق راسي ولا احطه البسه في مكان. يسوع اكله خذه كله، هذا جسدي خذ اشربه، هذا هو دمي. ها هي رساله يسوع، انه يدخل في حياتنا، يدخل في اعماقنا. هنا ما هو ملبس، انه لبسته يسوع انا يوم الاحد قميص لبسته يوم الاحد وراح ارجع للبيت انزعه، لا، يسوع لازم يبقى في استمراريه معنا.
انه نتغذى روحيا يسوع، ناكل يسوع، نشرب يسوع، نلعب يسوع، نبكي مع يسوع، نتكلم مع يسوع، نضحك مع يسوع، خلي كل يسوع في حياتنا، ما بس في فترة القيامة انه نعيش هاي الفترة وانتهت بهجة القيامة وانتهى كل شيء. العهد الجديد هو إشارة إلى الزمن الجديد، زمن جديد معانا الذي افتتحه المسيح بقيامته. قيامة المسيح ما تخضع لتصوراتنا، لأنه هذا شيء فائق الطبيعة، فلا يحددها الزمان ولا المكان. قيامته تعطي الرجاء لمن يؤمن به ويعيش على خطى يسوع. الخبرة الفصحية يعبر عنها باجتماع الإفخارستية، كانوا التلاميذ كلهم مجتمعين في بيت واحد، الذي يمثل قمة الحضور المسيحاني وسط الجماعة. معناته المسيح حاضر وسط الجماعة، إذا كلما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي أكون في وسطهم. وحدتها تكمن في إعلان السلام والغفران وحلول الروح القدس والإرسال خبرة فصحية، من دونها لا حياة مسيحية، من دون هذه ماكو حياة مسيحية. توما أحد التلاميذ الاثني عشر يسأل لأنه يريد أن يفهم ويختبر ويلتزم، ولا تكفيه شهادة الآخرين. اليوم توما هي كل واحد من عندنا، إحنا شو يفكر من ويسوع، أريد ألمسه، ما تكفينا شهادات الآخرين، أريد أنا أعيشه. اليوم هاي الخبرة الشخصية بين كل فرد من عندنا مع يسوع، ما أنا أنطيك خبرة، أنا ما أنطيك إيمان، أنا ما أنت كيف تعيش هاي الخبرة، أنت كيف تعيش هذا الإيمان، أنت متوقف عليك أنت شنو علاقتك مع يسوع، وشون تنتمي. إنه مرات إحنا آبائنا أجدادنا نقلوا الإيمان أن عن طريق يسوع، يسوع عن طريق التلاميذ، والتلاميذ عن طريق أساقفتنا وبطاركتنا والكهنة و إلى وصلنا إلى هذا اليوم. قبل 2000 سنة إجا يسوع، بس يا ترى اليوم يسوع عايش معنا؟ اليوم دنعيش هاي الخبرة مع يسوع؟ طوبى للذين آمنوا ولم يروني. هاي أهم نقطة، أنه هاي شلون أنا أعيش هاي الطوبة، هاي الخبرة اللي أعطاني إياها توما، عن طريق توما وصلت لنا هاي الخبرة. الفهم، الاختبار يحصلان بالانضمام إلى هذه الجماعة، مو بمعزل عن هذه الجماعة. أخوتي، الأحد الجديد أو الأحد الأول بعد القيامة، بما يسمى الأحد الجديد أو شابة خافة، قام يسوع بعد 8 أيام وانتهت فرحة القيامة لمن لا يفتش عن القيامة إلا في هذا العيد. يلا خلنا نتهيأ، دا يجي قيامة، دا يجي عيد القيامة، ورا 50 يوم صوم أو 40 أو 50 يوم صوم، يلا راح نتهيأ إلى القيامة. القيامة ما متحددة ورا 40 يوم صمناها أو 50 يوم. القيامة هي كل لحظة أنا أقوم من عمل سيء، أسير خلف خطى يسوع، ها هي القيامة. ما أنه أصوم 40 يوم حتى نتهيأ إلى قيامة يسوع. لقد عبرنا الفصح، فصح الرب، ودخلنا في حقيقة صعوبات حياتنا المسيحية. دنعيش حياة طبيعية، رجعنا كأنه ما صار شيء، كصار يسوع التاريخ. أنه يسوع ولد في بيت لحم، وتربى في بيت لحم والجليل وأورشليم، وتنقل بين القرى والمدن داخل أورشليم، وذهب إلى صور وصيدة، وأشفى المرضى، وأقام الموتى، بالأخير وصلب على يد الكتبة والفريسيين، ودفن وقبر، وفي اليوم الثالث قام، وانتهى الموضوع، أصبح تاريخ. اليوم أنا أعيش هذا الحياة، اليوم أنا أعيش أكشف يسوع في حياتي، قيامة يسوع. ما رجعنا حياة طبيعية، التلاميذ رجعوا إلى حياة طبيعية، وين يسوع في حياتنا اليوم؟ أن نؤمن بما لا يمكن لعقل أن يفهمه، شلون يسوع قام من بين الأموات؟ نفتش على هاي النقطة، ما ننتظرها، أن نصدق أن الرب قد قام من بين الأموات، وأنه قام ما من أجله هو، أنه يقدر يسوع كان يقوم من بين الأموات، بل ما إحنا نعرف ولا يعطينا هالخبر أو هاي البشرة التي نقلوها النسوة لنا، نقلوها إلى التلاميذ. اليوم القيامة، أني شلون أعيش هاي القيامة؟ يسوع
قام من أجلي، من أجلكم كلكم، من أجل الجميع. هاي هي القيامة شلون عايشة. صعوباتنا الإيمانية هي صعوبات نفسها توما الرسول اللي دا يعيشها. ليش دا يعيش هاي الصعوبات؟ لأنه أحب كثيرا، فخاف أن يكون كلام الرسل مجرد أوهام، خاف من أمل المخادع، خاف أن يعود إلى ألم موت المسيح مرة أخرى. إذن اكتشف أن ما تقوله النسوة والرسل هو مجرد وهم عابر. هاي هي المشكلة اليوم، إحنا إذا اعتبرناها القيامة وهم عابر. هي قصتنا اليوم، نحن قصة خوفنا من المجهول. نفضل عدم التصديق، نفضل أن نعتبر المسيح انتهى، غاب عن حياتنا. ليش؟ حتى لا نتألم مرة أخرى من فقده أو خسرانه أو صلبه أو دفنه. لأنه ما مؤمن أنا بالقيامة، ده أخاف. خلينا أعيش هاي الفرحة، هاي البهجة. مثل كثير من عندنا بالكلام الدارش اللي نسمعه، مرات يقول أريد اللي هاجروا البلاد، هاجروا بلاد ما بين النهرين، هاجروا العراق. كثير أسمعها من ناس اللي طالعين برا وأقولها بألم. أقول ليش ما نسوينا سفرة إلى العراق، نروح نزور العراق، نروح نزور هاي الأديرة والكنائس الموجودة بالعراق من شماله إلى جنوبه، من شرقه إلى غربه. عراق زاخر، عراق مليء، بس مثل ما نسمع بالأخبار انفجار، دمار، قتل، إرهاب، خطف، ذبح، كل هاي نشوفها. يقول ما أريد أرجع، انتبه هاي الكلمة، ما أريد أرجع للعراق وأشوفه بهاي الوضعية اليوم اللي إحنا دا نسمع عنه. لأنه عندي فكرة عن العراق بالأول، عندي فكرة مثلا الستينات أو السبعينات أو بداية الثمانينات، بالرغم من ظروف الحروب اللي عاشها البلد، عندي فكرة عن العراق. أقول العراق تطور وصار بينه بناء وصار بينه قلب، بس يختلف عن الفكرة اللي براسي. نفس الشيء، ليش جبت هاي الفكرة؟ نفس الشيء يسوع اليوم، التلاميذ ما يردون يؤمنون بالقيامة لأنه ما يردون يعيشون مرة ثانية. يعرفون اليهود أو في ذلك الزمان راح يقتلون يسوع، يصلبون، لأنه إلى اليوم ينتظرون المسيح المسيح. فهنا أنا أريد شيء ملموس، أريد شيء، فما أريد أعيش في وهم. هي مشكلتنا اليوم، هي قصة قلب خفت حبه تحت وطئ عقل كثر شكه. إذن العقل والقلب ماكو ربط. القلب دا ينبض إلى قيامة يسوع، بس العقل مدى يؤمن بهاي الفكرة. شون يقوم يسوع؟ شون يقوم؟ احنا دفنانه، احنا شفنا بعيننا وضعوا الحجر على القبر، احنا سمعنا انه اليهود صلبونا او رحنا شفنانه فوق الجلجثة. شون يقوم؟ فالقلب دا ينبض حياة، يريد ينطي هاي القيامة قيمتها، بس العقل في شك. هي قصة مجتمع لم يؤمن إلا بما هو ملموس، وما هو ما تطاله اليد. أريد ألمسه، أريد أحسه، أريد أشوفه حتى أؤمن بقيامة يسوع. حضر الرب إلى العلية مرة أخرى من أجل توما اليوم، ظهور يسوع مرة أخرى في العلية صهيون حتى لا يخسروا، لا يفقد توما إيمانه. فالرب يرفض أن يخسر واحد من القطيع ولو كان هذا القطع كبيرا، ما يريد يخسر ولا واحد من عندنا. الرب جاء من أجل الجميع، وخلاصه لا ينتهي إلا بخلاص من هذا الخلاص ما ينتهي إلا من كان خارج عن هذا القطيع. فأخوتي، كل ما احنا نبتعد عن الكنيسة ما عدنا خلاص، كل ما نبتعد عن البيت الأبوي ما عدنا خلاص. فالخلاص هي من داخل الجماعة. ولا تقولون احنا دا نجي للكنيسة تتحملون مين مني على ربنا. لا، انت تتجي خلاصك، خلاص كل واحد من واحد كان هو يتحمل المسؤولية.
أو لا تقول نسمع هالكلام يمين ويسار يقولون إيه الفلاني ما يستحق يدخل كنيسة، الفلاني ما يستحق يتناول قربان. أنت ما محط دينونة الآخرين، أنت مو قاضي حتى الدين الآخرين. أنت تحضر القداس مالتك منو ما يكون كلتنا خطأ. أنت فكر في خلاصك. أنت اليوم قل أنا أروح للكنيسة لأن عندي موعد مع يسوع. لا تقول أنا عندي موعد مع أبونا أندراوس أو موعد مع فلان وفلان، لا لا لا، قل عندي موعد مع يسوع. هاي اللحظة أنه رح نعلن خلاصه للعالم ونبشر بقيامته في كل لحظة من لحظات حياتنا. آمين. رح نكملها معاكم إن شاء الله يوم الأحد غدا، رح يكون عندنا القداس في الكنيسة هولي فاميلي بأكتن، ورح يكون عندنا ساعة واحدة رح يكون الذبيحة الإلهية نقدمها من أجلكم، من أجل كل إنسان محتاج، من أجل كل إنسان يشك بنعمة الرب يسوع أنه قام من بين الأموات. وأيضا في نفس الوقت اليوم مساء في توقيت لندن ساعة 7 مساء رح يكون عندنا اللقاء الروحي الثقافي، رح نتكلم أكثر عن القيامة. أترككم بنعمة الرب يسوع، نعمة ومحبة الله الآب وشركة الروح القدس تكون معكم جميعا، الآب والابن والروح القدس، الإله واحد. آمين.